ما هي أبرز الإشكاليات والمشاكل التي يواجهها المواطن اليمني بداية منذ وصوله إلى بلاد المهجر، واختلاف تماما اختلاف البيئة والجو والعادات والتقاليد والأنظمة، ووصولا إلى الأسرة وداخل الأسرة ذاتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أولا هناك مشاكل كثيرة جدا، أولا باختلاف اللغة واختلاف العادات والتقاليد. واللغات يعني أولا يكون لها طبعا أكبر نصيب، كما نقول عندما تدخل من بلادك الأم إلى بلاد الغربة، تشوف مجتمع غير مجتمعك، لغة غير لغتك، أكيد يعني بتنصدم في مجتمعك يعني جديد وما تعرف أشياء. هناك صعوبات في البداية، كبداية أكيد هناك صعوبات في التأقلم والتفاهم مع المجتمع الذي حولك، سواء يعني إذا كنت في مجتمع حولك يمنيين أو مجتمع غربي بشكل عام، أو الحياة اليومية المتعارف عليها يعني في الأماكن. صراحة هنالك أشياء كثيرة جدا يعاني منها، وخاصة يعني كلنا عايشين غير مجتمع إسلامي، مجتمع مثل ما نعرف غير عاداتنا وتقاليدنا. أكيد الأسرة سيكون لها بيكون علينا تأثير، وعلى الأسرة على المدى القريب، يعني مش يعني شرط أنه يكون بنفس الوقت. في أشياء كثيرة الناس بيعانوا منها، من ضمنها هي موضوع العادات والتقاليد مثل ما قلت، موضوع اللغة، موضوع يعني أنه يعني مجتمع غير مجتمعك، وعاداته وتقاليده وثقافته ولغته غير جميل. ثقافتك. هنا هذه الإشكالية ما بين الأب القادم من عادات وتقاليد في اليمن ومجتمع محافظ، وأيضا نقطة أخرى هي تربية الأبناء. الأبناء هم في الأخير تربية المدارس، والمدارس هناك حكومية طبعا وهي غير خاصة، وهذه المدرسة تعلمه الانفتاح، الحرية، تعلمه بأنه يكون كما تقولون اندبندنت، مستقل تماما يعني عن الأسرة. فهذه الأمور كيف تتعامل معها الأسرة المهاجرة، خاصة الجيل الأول والرعيل الأول، مع الأبناء الذين يكون ربما صعوبة في تقبل الأفكار التي تربى عليها الأبناء أو الآباء؟ نعم، احنا منذ يومنا الاول بعد تشكيل او بعد افتتاح عمده ولايه نيويورك اريك ادم للمؤسسه الاعلاميه، وقبل ذلك بسنوات عده في الجاليه اليمنيه في ولايه ميريلاند او في نيويورك، بدانا خطوه اولى منذ اليوم الاول. حسينا ودقينا ناقوس الخطر في شان موضوع الاطفال، لانه مثل ما تعرفون فعلا بلاد غير اسلاميه، عاده تقدم مجتمع غير ناقص، يعني انت تتعلم في البيت. بدأنا طرحنا موضوع توعوي، وطبعا موجود معنا بارك الله فيها الدكتور طاهر عيضه ومجموعه من الناس، حتى نوعي الاب والام في البيوت مهمه تعليم اطفالهم القيم وقيم الدين الاسلامي الحنيف والعادات والتقاليد، من اجل الحفاظ عليهم. لانه اذا لم نحافظ على اطفالنا، وخاصه في هذا الوقت، سياتي يوم طبعا نحن المحملون عليهم، ونحن المحاسبون، لانه اتينا من بلداننا ونحن متعلمون، عارفون ماذا قال الله وماذا قال رسوله، وعارفون يعني الاسلام وكل شيء عن الاسلام، لكن لم نعلم اولادنا، جميل. وهذا البعض ينعكس يذهب علينا. أستاذ أديب، البعض يذهب إلى الهجرة ويختار الهجرة والذهاب إلى البلدان الأجنبية وعندما تسأله حتى يكون أحيانا كبير في العمر في منتصف الأربعينات أو الخمسينات، يقول أنا لا أذهب من أجلي بل من أجل مستقبل أبنائي. في الأخير يجد بعد سنوات أنه فقد حتى أبنائه، لا هو استفاد هو ولا أيضا وجد أبنائه أو كسب أبنائه، بل يقول أنه فقدهم تماما، أصبحوا خارج طوعه، أو حتى لم يتربوا على عادات وتقاليد ولا حتى قيم دينه وأخلاق مجتمعه. نعم، هذا كلام أكيد فعلا. مثل ما نقول مثلا عندما يتزوج الشخص خلاص ما بيفكرش بنفسه، بيفكر بأولاده. ولكن هنا الطامة الكبرى، نحن سمعنا وخاصة في الأواني الأخيرة حصلت أشياء، مشاكل كثيرة جدا، من ضمنها على أسر يمنية أو من أبناء الجالية اليمنية، يعني في أشياء كثيرة حدثت.
فعلا مثل ما قلت بالضبط، هم يقولون يذهبوا يأتون إلى هذه البلاد يعني علشان أولادهم، وللأسف ينصدموا هنا وضيعوا الأبناء وضيعوا كل شيء، ضيعوا كل شيء، ليس الأبناء فقط، ضيعوا أنفسهم ووقتهم وضيعوا أبنائهم معهم وما علموهمش، وفقدوا كله، زادوا عملهم مشاكل، وصلوا حتى لحد إنه الابن يقتل أبوه أو البنت تطعن أمها، يعني وهكذا.